كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك خلاص الشحات ومحمد هاني جاهزين بنسبة 100%، ويحق الموسيماني رؤية فنية بقى، عايز يبدأ بالشحات يبدأ، عايز يبدأ بهاني يبدأ، عايز يقعدهم يقعدهم، ولكن دي رؤية فنية، ولكن على المستوى الطبي الاتنين شوفوا تماما. هاني رجع خلاص اصابت العضلة الخلفية، والشحات كان مسك كده العضلة وقال لك شد خفيف، رجع خلاص 24 ساعة ورجع. البنك الاهلي نقل ملعبه بقى من العباسيه للمقاولين العرب، وصراحه عجيب. خشونه الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه. النهارده احنا بنقول ان خشونه الركبتين مراحلها الاولى، الثانيه، الثالثه مراحل سهله التعامل معها. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بتعيد بناء الغضروف، يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.